أسعد الله أوقاتكم السادة المشاهدين وأبنائنا الطلبة. معكم المدرسة مادلين العالي من ثانوية نزير نبعة للمتفوقين. نرحب بأبنائنا الطلبة من ثانوية نزير نبعة لتقديم درس في الأول الثانوي العلمي، درس تاريخ بعنوان التجارة في سوريا في الألف الأول قبل الميلاد. نرحب بأبنائنا الطلبة، تفضلي. الطالبة ريحانة مهران وسوف. طالب يحيى محمد مكنا. طالبة ريم منهل علي. الطالبة زينب محمد أيوب. الطالبة رن بشار محمد. أهلا بكم جميعا. لدينا هذه اللوحة تمثل واجهة قصر الحي الغربي موجودة حاليا في متحف دمشق الوطني. من يقرأ المقولة الموجودة أمامنا؟ تفضلي. يقول أندري بارو مدير متحف اللوفر سابقا: على كل إنسان متمدن في العالم أن يقول إن لي وطنين، وطني الذي أعيش فيه وسوريا. ما معنى هذه المقولة؟ أنه لي وطنين، تفضل. تدل على مكانة سوريا بين دول العالم. تدل على مكانة سوريا في بين دول العالم. أن سوريا مهد الحضارات في كل البلدان. مهد الحضارات والتأثير الثقافي لها على جميع البلدان. طبعا واجهة قصر الحي الغربي كانت موجودة في مناطق دير الزور، حاليا تم تفكيكها ونقلها إلى المتحف الوطني في دمشق وإعادة تركيبها. لدينا هنا قلنا أن سوريا هي مهد الحضارة. لدينا رقم الشهير لأبجدية أوغاريت. الرقم اكتشف في القصر الملكي الأوغاريتي يعود القرن الرابع عشر قبل الميلاد ويحتوي 30 رمز مكتوب بالخط المسماري أطلق عليه الأبجدية الأولى. الكتابة. الكتابة هنا لدينا هذا النص، من يقرأه؟ يحيى تفضل. حفظت الشعوب الأولى تراثها للأجيال اللاحقة بوسائل متعددة، منها تصوير الأحداث الهامة بالرسم ومنها النحت، لكن مع اختراع الإنسان الكتابة عام 3200 قبل الميلاد انتقل إلى مرحلة جديدة تميزت بتسجيل الأحداث الهامة التي مرت معه. سميت هذه الكتابات بالكتابة المسمارية، ولصعوبتها وتعدد رموزها التي تجاوزت 500 رمز ونتيجة الاحتكاك بالشعوب المختلفة ببعضها وظهور الحاجة للتفاهم وتدوين المعاملات، كان اختراع الأبجدية في أوغاريت المدينة الكنعانية عام 1400 قبل الميلاد التي سهلت تدوين التواصل. أحسن. ما مضمون النص؟ عن ماذا يتحدث؟ أو الفكرة العامة، تفضلي. تطور الكتابة. تطور الكتابة. كيف حفظت الشعوب الأولى تراثها كمرحلة أولى؟ تفضلي ريحانة. من خلال الرسم والنحت. من خلال الرسم والنحت. وفي المرحلة التالية كيف تم تطويرها بعد الرسم والنحت؟ تفضلي. مع اختراع الكتابة انتقل إلى مرحلة جديدة تميزت بتسجيل الأحداث التي مرت معه. سميت هذه الكتابات بالكتابة المسمارية. أحسنتي. سميت بالكتابات المسمارية لأننا نجد أن هناك تنوع في الكتابات المسمارية. هناك كتابة الآشورية وهناك كتابة البابلية إضافة إلى الكتابات المسمارية المحلية مثل كتابة إبلا. طبعا بماذا تميزت الكتابة المسمارية؟ تفضلي. صعوبتها وتعدد رموزها التي تجاوزت 500 رمز. أحسنتي. إذا الكتابة المسمارية هي كتابة صعبة، فهي تضم صعبة التعلم لكونها تتجاوز رموز 500 رمز. لقراءة الكلمة الواحدة نحتاج لتعلم أكثر من 500 رمز. بالإضافة إلى هذا الشيء عملية التدوين، على ماذا كانت تدون الكتابة المسمارية كما لاحظنا في لوح أوغاريت؟ فضلي. على رقم طيني. على رقم طيني. إذا عملية النقل أو نقل الكتابة إذا أردت نقل معاملة أو اتفاقية أو رسالة مكان إلى آخر ليست عملية سهلة. ماذا نتج عن ذلك أو كيف كان تأثير تعدد الرموز وصعوبة التعامل مع المادة التي دونت عليها؟ اخترعت الأبجدية في أوغاريت المدينة الكنعانية عام 1400 قبل الميلاد. أحسنتي. إذا تم اختراع الأبجدية الأوغاريتية في عام 1400 قبل الميلاد. ماذا نتج عن اختراع الأبجدية يحيى؟ سهلت تدوين والتواصل. عملية تعلم 30 رمز كانت أسهل بكثير من عملية حفظ أكثر من 500 رمز مسماري. لو عملنا وأجرينا مقارنة ما بين الكتابة المسمارية وكتابة أوغاريت، ما الفارق بين كتابة أوغاريت وكتابة الكتابة المسمارية؟ من حيث طريقة الكتابة كتبت على رقم طينية، أما الكتابة الآرامية كتبت على الورق. أوغاريت كتبت على الورق. تميزت المسمارية بصعوبتها، تحتوي على عدد كبير من الرموز. ممكن تضيفي لنا؟ الكتابة المسمارية كتبت على رقم طينية، والأوغاريتية أيضا كمان كتبت على رقم طينية.
الفرق في عدد الرموز؟ عدد الرموز هلا المسمارية عدد رموزها كانت 500 أو أكثر، أما الأوغاريتية 30 حرفا. 30 رمزا فقط، فكانت رمزا. سهلة التدوين، سهلة التدوين والتواصل، أسهل للحفظ. ساهم في عملية انتشار الكتابة الأوغاريتية في جميع أنحاء العالم القديم. لدينا هنا، هل نستطيع تحويل النص إلى خريطة مفاهيم؟ نعم. العنوان خريطة المفاهيم ماذا سيكون؟ تطور الكتابة، مراحل تطور الكتابة. إذا وضعنا في خريطة المفاهيم العنوان الأساسي مراحل تطور الكتابة، في الفكرة الأولى ماذا ستكون؟ تصوير الأحداث المهمة بالرسم والنحت. تصوير الأحداث المهمة. الفكرة الثانية ريحانة؟ اختراع الكتابة. اختراع الكتابة. أي كتابة؟ المسمارية. الكتابة المسمارية. المسمارية. المرحلة الثالثة ماذا ستكون؟ تفضلي. اختراع الأبجدية في أوغاريت أو الأوغاريتية. الأبجدية في أوغاريت، أحسنتي. حسنا، لدينا هذا الجدول الزمني الذي يوضح مراحل تطور الكتابة. ما بين 10,000 قبل البدء بهذا الجدول، ماذا نستفيد من رسم الجدول الزمني وتحديد الأحداث، كتابة الأحداث عليه مجددا؟ ترتيب الأحداث التاريخية المراد دراستها مع تحديد البداية والنهاية لهذا الجدول. يمكن أن يزود الجدول بصور وتواريخ فيصبح عبارة عن لوحة مختصرة تشكل نظرة عامة عن مجموعة أحداث أو وضع حدث ما ضمن إطاره التاريخي. أحسنتي، إذا يمكننا من ترتيب الأحداث. نحن بدأنا بالأقدم استمرارا باتجاه الأحداث. بدأنا بعام 10,000 قبل الميلاد وانتهينا بعام 1000 قبل الميلاد وفق الجدول الموجود أمامنا. أيضا يساهم في ترتيب الأحداث يوضح كل مرحلة والنقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق بين كل مرحلة والمرحلة التي تليها. لو بدأنا بأول مرحلة في عام 10,000 قبل الميلاد كمراحل تطور كتابة، ماذا كانت المرحلة الأولى؟ الرسم. الرسم. ماذا استفدنا من وجود الرسومات؟ يحيى. في فهم حياة الإنسان السكان. فهم حياة السكان. أيضا ماذا استخدموها السكان؟ كيف استفادوا من وجودها للرسومات؟ استعملت كسجلات لحفظ ما له علاقة بالأعمال العامة ومنها الشؤون المنزلية. أحسنتي. ما التطور الذي حصل في عام 4,000 قبل الميلاد؟ تفضلي. تنوعت الأنشطة الاقتصادية. تنوع الأنشطة الاقتصادية، فهذا أدى إلى تعدد الآلهة وظهور الأساطير، خاصة أن الآلهة ارتبطت بأنشطة البشر، فكل نشاط جديد كان يمارسه الإنسان كان يوجد له أو يتصور له إله خاص بهذا النشاط، كما مر معنا سابقا يوجد إله للتجارة وإله للحرب مثلا. بعام 3200 ما هو التطور الذي طرأ على الكتابة؟ تفضلي. اختراع الكتابة المسمارية وانتشارها بصورة واسعة. أحسنتي، إذا اختراع الكتابة المسمارية واستخدامها بصورة واسعة. نحن قلنا ذكرنا سابقا بأنها في دروس سابقة بأنها موجودة كانت في بلاد الرافدين البابلية والآشورية. في سوريا وجدت بلهجات محلية مثل رقم إبلة. مع هذا كان في 1400 قبل الميلاد. في عام 1400 قبل الميلاد ما هو التحول أو النقلة النوعية التي حصلت في تطور الكتابة؟ يحيى. تم اختراع الأبجدية. تم اختراع الأبجدية. لماذا اعتبرنا عام اختراع الأبجدية في أوغاريت مرحلة تطور فكري؟ لماذا لم نضعها في السياق العام مع باقي المراحل؟ ما الاختلاف بين هذه المرحلة والمراحل السابقة حتى قلنا مرحلة تطور فكري؟ ريحانة. من خلال الأبجدية بدأ تدوين التاريخ والأحداث، انطلقت منها لغات العالم، سهل التواصل، تسهل التواصل وتبادل الثقافات بين الشعوب. أحسنتي، إذا كونها كانت فقط 30 حرف فهي سهلت عملية التدوين والتواصل، إضافة إلى هذا استخدام المواد السهلة النقل من مكان إلى آخر كورق البردي، فهي سهلت عملية التدوين وعملية التواصل مع الشعوب الأخرى. في عام 1000 قبل الميلاد ما التطور الذي حصل على الكتابة؟ تفضلي. تمكن الآراميون من تكييف الأبجدية الأوغاريتية بما يخدم حياتهم فشكل إمبراطورية ثقافية. أحسنتي، إذا الآراميون لم يكتفوا بأخذ أبجدية أوغاريت إنما أيضا أضافوا عليها وطوروها فشكلوا في بما يخدم حياتهم. الآراميين اشتهروا في مجال التجارة فكانوا يعملون بشكل أساسي في مجال التجارة، هذا يتطلب منهم وجود لغة سهلة التدوين وسهلة التعامل ومفهومة من قبل الجميع، فأوجدوا
كتابتهم الخاصة وهي الكتابة الآرامية واستخدموها فشكلوا إمبراطورية ثقافية. فقد وجدت الدولة الآشورية التي كانت تستخدم الكتابة المسمارية أن استخدام الآرامية أسهل بكثير بعملية التدوين والتواصل مع الآخرين، فأصبحت لغة الدولة الآشورية في النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، وأصبحت لغة الدولة الفارسية أيضا إلى الشرق من بلاد الرافدين التي وجدت أن اللغة الآرامية أيضا أسهل بعملية التدوين والتواصل. اللغة الآرامية، نحن نتحدث عن لغة تعد من اللغات القديمة، وعلى الرغم من ذلك ما زالت هذه اللغة مستخدمة حتى يومنا هذا. ما هي العوامل التي ساهمت أو ساعدت على استمرار اللغة الآرامية كلغة محكية؟ تفضلي. انتشارها العالمي بأنها اللغة التي تكلم بها السيد المسيح عليه السلام. شكرا. من يضيف أيضا؟ يحيى. وكانت أيضا لغة الشعائر الدينية المسيحية، وما زالت لغة الشعائر الدينية للكنائس السورية، وهي متداولة حتى اليوم في بعض مناطق شمال دمشق في قرى نجعة ومعلولة وجبعدين. أحسن. إذا اللغة الآرامية هي لغة تعد من اللغات القديمة، لكنها استمرت، هناك عوامل ساعدت على استمرارها، إضافة إلى أنها لغة سهلة التعلم والتدوين، فهي لغة النبي عيسى عليه السلام أيضا. كانت لغة الشعائر الدينية المسيحية، وبالتالي فهذا ساهم في استمرارها واستخدامها حتى يومنا هذا. ما تزال بعض المناطق في شمال دمشق، هي تشكل ريف دمشق، مستخدمة فيها قرى نجعة ومعلولة وجبعدين. طبعا هذه الصور تمثل مناظر في معلولة وجبعدين، وهذه اللغة تم تدعيمها من قبل الدولة من خلال إقامة معهد خاص بتعليم اللغة الآرامية نتيجة ضرورة الاستمرار في استخدامها. هلا هون حاطين نفكر في السؤال الأول. يحيى تفضل. ما أسباب استمرار اللغة الآرامية كلغة محكية في بعض المناطق إلى اليوم؟ بسبب انتشارها العالمي، وإنها اللغة التي تكلم بها السيد المسيح عليه السلام، وكانت لغة الشعائر الدينية المسيحية، وما زالت لغة الشعائر الدينية للكنائس السورية، وهي متداولة حتى اليوم في بعض المناطق شمال دمشق. أحسن. إذا اللغة الآرامية ما زالت مستخدمة، والسبب الأساسي في هذا الشيء أنها لغة السيد المسيح ولغة الشعائر الدينية، فهي منتشرة في جميع أنحاء العالم. أينما اتجهنا سنجد الأشخاص يتكلمون أو يستخدمون اللغة الآرامية. السؤال الثاني، تفضلي. ما أثر التنوع اللغوي في مجتمعك؟ تنوع ثقافي والاطلاع على الثقافات الأخرى والاستفادة منها في تطوير الواقع. إذا الاطلاع على الثقافات الأخرى، الاستفادة منها في تطوير الواقع. بذلك يكون اليوم انتهى درسنا عن الأثر الثقافي والتنوع الثقافي في سوريا وعن تطور الكتابة. نرجو أن يكون قد حقق الفائدة لكم جميعاً.